ورحمة الله وبركاته. ده أول لايف ليا على اليوتيوب. كنا بننزل كونتنتس أو محتويات مختلفة ومتنوعة، في كلها بتخدم اللغة الإنجليزية في الجرامر والفونيكس والسبيكينج، ويعني كل ما يتعلق باللغة الإنجليزية، إيديومز، ستراكشرز، سنوات دراسية، جنرال إنجليش، إنجليزي عام ملوش علاقة بالسنوات الدراسية. ولكن جات لنا فكرة رمضانية بحتة إن إحنا نعمل كورس، وكورس يكون فعلا منظم والمحتوى اللي فيه واضح للجميع، لأن مفيش كورس بدون محتوى وبدون placement test أو امتحان تحديد مستوى. فالكورس ده مجاني تماما، مجرد ان حضرتك مشترك معنا في قناة اليوتيوب هذا يكفينا. فاحنا عايزين نخدم المشتركين او السبسكرايبرز اللي معنا في القناة بان احنا نعمل لهم كورس منظم في اللغة الانجليزية وبماتيريال معينة وبمستوى معين. فهيبقى المواعيد بتاعتنا كل يوم ما عدا الجمعة من 2 لـ 3 ساعة بث مباشر على اليوتيوب، وحضرتك تقدر تتلقى الماتيريال والبليسمنت تيست من جروب الفيسبوك المخصص لهذا الموضوع اللي هنحط اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت. يبقى حضرتك 6 مستويات from level 1 to level 6، من المستوى الأول للمستوى السادس. ممكن حضرتك تكون خدت المستوى الرابع في مكان ما وتجد نفسك مضطر ان انت ترجع مستوى التالت. احنا ما بنبيعش حاجة وما بنقدمش حاجة بفلوس، فاكيد هنبقى صراحة معاك، مش مضطرين ان احنا نضحك على حضرتك ونقول لك لا انت بقيت في ليفل 7 وانت يكون مستواك الحقيقي في ليفل 4. فحضرتك عايز تعمل placement test، اوكي، عايز تدخل على الماتيريال اللي موجودة تقلب فيها تشوف لا أنا خدت الموضوع ده، لا أنا ما خدتوش، أنا هستفاد مش هستفاد، كل ده هيبقى متاح إن شاء الله أمام حضرتك زي ما قلنا على الجروب بتاع الفيس. هيبقى ساعة بس مباشر على اليوتيوب، وطبعا ده كده معلومات أنت بتتلقاها، ولكن إذا حابب إن أنت تتناقش معانا وده طبيعي، أو نسمع صوت حضرتك، نسمع الريدنج بتاعك، السبيكينج بتاعك، how can you make a conversation or let it progress، إزاي يعني تخلي الحديث مستمر ومتواصل ما بينك وما بين شخص آخر باللغة الإنجليزية، هيبقى متاح على الزوم إن شاء الله بعد الساعة اللي هنشرحها. طيب، في حد بيبقى عنده نقط معينة هو ضعيف فيها. احنا مش عاملين كورس مخصص للرايتنج او كورس مخصص للسبيكينج او للكونفرسيشن او للجرامر، لا ده جنرال كورس، كورس عام. وتقدر حضرتك كمان بعد كده هيبقى في كورسات متخصصة، بس على الاقل نضمن الناس اللي معانا وصلوا ليفل معين في خلال شهر او شهر ونص بالكتير، هيكون الناس كلها وصلت ليفل معين مؤهل ان هو يبقى ياخد حاجة specialized او حاجة مخصصة في جزء معين من اللغة الانجليزية. تاني يا جماعة، مواعيدنا سبت، حد 2 3 4 5، مش بنقفل ما عدا الجمعة ان شاء الله، هيبقى راحة للناس وليا. كل يوم هيبقى فيه ساعة، الساعة بتاعت يوم السبت هتبقى لليفل 1، الساعة بتاعت يوم الحد هتبقى ليفل 2، أكيد الساعة بتاعت ليفل 3 هتبقى يوم الاثنين and so on وهكذا. فيبقى بالتحديد هوت المواعيد واضحة لكل الناس. الساعة 2 معاد ثابت، هتاخد ليفل 1 يوم السبت، يوم الحد ليفل 2 وهكذا، هنكرر الحكاية. بعد الساعة اللي على اليوتيوب هيبقى في حوار شخصي ما بيني وما بين حضرتك. معظم الناس اختارت الزوم عشان يبقى اللقاء اللي هو اللي أنا ممكن أسمع حضرتك فيه، أصحح لك reading، أصحح لك speaking، في مشكلة معينة أنت تعباك في اللغة الإنجليزية. وأكيد إن شاء الله بعد ما نخلص الليفل ده هنطلع لليفل أعلى
بأمر الله بنفس الطريقة يعني، بنفس الحكاية. اللغة الإنجليزية فيها 12 ليفل، المفروض إن أنت بعد ما بتخلص ال 12 ليفل يبقى في حاجة اسمها يعني كورسات متخصصة بقى، اللي هو بقى بس ده لحد متخصص، واحد مثلا اتخصص في السياحة، أو حد بيشتغل في الأكاونتنج، أو حد بيشتغل مدرس ساينس، أو حد بيشتغل مدرس ماس. طبعا أنا الكورسات المخصصة دي بيضحك عليك لو حد قال لك أنا أقدر أدي لك كورس مخصص في كل حاجة. تحديدا الكورسات المخصصة دي بتبقى ناس محترفة متخصصة نوعية معينة، تمام؟ فأنا تخصصاتي في الأكاونتنج، في الحاجات اللي هي فيها حسابات، في توريزم الحاجات اللي فيها السياحة، الحاجات دي ممكن أساعد حضرتك فيها في الكورسات المخصصة. السبيكينج طبعا how to speak like a native، ازاي تتحدث زي native speaker او المتحدث الاصلي للغة، ده طبعا حاجة يعني متخصص فيها جدا يعني، بالذات الامريكان اكسنت، اللهجة الامريكية. حاليا في كورس بتقدمه جامعة اسكندرية للسبيكينج، وشرفت ان انا اكون احد اعضائه يعني مع 2 دكاترة اخرين. لو حابب تنضم علينا، بس الكورس ده طبعا بيطلع بشهادة وكده، فده بيبقى في يعني تكلفة معينة برضو، حاب يعني عشان ابدليت الناس على كل حاجة متاحة ليهم ان شاء الله. هنا او هنا ده الكورس اونلاين يعني، كده او كده الكورس اونلاين، بس كورس متخصص حاليا بالسبيكينج كورس جامعة اسكندرية بتقدمه، وفي شهادة جامعية أو شهادة من جامعة اسكندرية ممكن توثقه من الخارجية بتكلفة أخرى غير تكلفة الكورس. طبعا أرجو أن يكون الأمور كلها واضحة، موضوع بسيط جدا يا جماعة، كورس أونلاين مجاني، حضرتك المساهمة بتاعتك أن أنت بتبقى تاخد الكورس ده على اليوتيوب فري، توتالي فري، مجاني تماما. تفاعلك معانا على اليوتيوب هيبقى شيء عظيم نعتز بيه. حابب تتفاعل بس على الزوم ماشي، مش عاجبك لا ده ولا ده ولا ده ولا ده، وحابب تاخد الماتيريال بس وتدرسها مع نفسك، موجود باخدها وادرسها مع نفسك، محدش يعني حاطط حصر على حد او حجر على حد في اي موضوع، تمام؟ انا حابب ان انا اشكركم لكل اللي شاهد الفيديو وكل اللي هيشترك معانا في القناة أو هيشترك معانا في الكورس. القناة كده كده عليها 60 فيديو بتتكلم في اللغة الإنجليزية، تمام؟ في الفونكس وفي الجرامر، ولكن ما مشيناش بنظام يعني، لما بيطلع في دماغي أعمل حاجة عن الفونكس بعملها، يطلع في دماغي أعمل حاجة عن الجرامر بعملها، في تعليق أصل اللغة بعمله، إنما مشيناش بطريقة منظمة في القناة. حان الوقت أن نبدأ، الحمد لله رب العالمين، دلوقتي معانا 1100 مشترك، عشمانين ربنا يسهل ويبقوا 3000 و4000 و5000 بدعم حضراتكم ومشاركتكم للفيديو، وان انتوا تشتركوا في الكورس اهم حاجة عشان تستفيدوا. كورس منظم جدا، الماتيريال المعروضة المتاحة ماتيريال شيقة جدا، بالنسبة لو انت حضرتك مستواك في الاوائل هتلاقي الكورس جميل ولذيذ، ولو انت مستواك في ليفل 5 او ليفل 6 هتلاقي ان احنا grammar through short stories، يعني الجرامر معروض من خلال قصص قصيرة وقصص شيقة، يبقى انت منها بتسمع قصة باللغة الانجليزية، بتقرأ قصة باللغة الانجليزية، بتكتسب vocabulary جديدة، بتعرف قاعدة جديدة. طبعا الماتيريال اللي على اللي في الجروب الفيسبوك مش هو كل الماتيريال اللي احنا هندرسه، انا حاطط اساسيات، ده طبعا يعني فخ انا عامله عشان لو ياخد الماتيريال ويخلع يبقى ايه يعني كتر الله يعني ربنا كتر خيرنا على قد كده. اما بقى بالنسبه للناس اللي هتبقى معانا كل واحد في ليفل معين، لا هننزل له طبعا اكسرسايزز تدريبات، هننزل له ماتيريال داعمه، مثلا احنا مثلا لو قلنا في شورت ستوري على البريزنت سيمبل وقريناه وتفاعلنا معاها وبتاع، هل انت مش محتاج تطبق؟ لا، محتاج طبعا ان انت تعمل براكتس، ومحتاج ان حد يصحح لك البراكتس اللي انت عملته، وهكذا. ارجو ان انا ما اكونش تقلت على حضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنسوش ميعادنا مع ليفل 1 السبت الجاي الساعه 2 ظهرا. Mm-hmm.
أنا بضغط عشان أنهي البث ولكنه لا ينتهي. كيف ننهي البث؟ إنهاء البث.